على هذا القانون وبالتشاور مع أصحاب العقول وأصحاب الخبرة، فأطلب منك أن لا يشمل هذا القانون كل ما يتقاضى 1000 دينار فمن، وأنصحك وفريقك الوزاري الذي يحتاج بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأذكرك بقول الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وأذكر نفسي وإخواني الغرباء بذلك، فلا تسمع لمن يهرسون في الآذان، كن رجلا كما عهدناك، ثابتا على المبادئ، واجعل رأيك مصلحة الوطن والمواطن وفرخ البطن عوامه. سعادة الرئيس، الأخوة الزملاء، لا يفوتني أن أحيي عمال الوطن، وكل التحية والتقدير والاحترام لهذه الشركة. لقد جاء خطاب الثقة مليئا بالقضايا الهامة والخطوط العريضة، وهناك أمور ومبادئ محترمة، ولكن دون تفصيلات ومحددات واضحة المعالم يمكن قياسها. ولكن عند النظر في البيان لم نجد للأسف يختلف عن خطابات الحكومات السابقة، ولم يخلو البيان من بعض النظرات والعبارات الواجهة. وقد احتمى خطاب الحكومة بالعموميات الإصلاحية واستند إلى كتاب التكليف السليم، وجاء الخطاب خاليا من الدسم السياسي، وخصوصا السياسة الخارجية، والتي هي ليست في صلاحية الحكومة كما جاء في البيان، وهذا شيء مستغرب جدا علما بأنها من صلب مهائب دولة الرئيس. ومن خلال الرئاسة الجديدة لم يتطرق البيان لوزاره الولاية العامة للحكومة، والتي تمنح الحكومة القوة والهيبة، وتمكن الحكومة من القيام بدورها، والولاية العامة لا تسمح بالتخلل وتقول أجزاء عن الحكومة من حيث التشكيل والعمل. دولة الرئيس، لقد تفاءل الشعب بك وحظيت بإعجاب الشعبي، وهذا تستحق كما عهدت في وزارة التربية والتعليم، وخصوصا بعد حكومة تقولت وأدارت ظهرها بقرارات فردية لمجلس النواب والشعب، أرهقت جيب المواطنين وتعدت على لقمة عيشه، وانصاعت لقرارات صندوق النقد الدولي الذي ما تدخل في دولة إلا خربها. سعادة الرئيس والزملاء، اليوم نحن والحكومة في قاعة امتحان بعد أن انتهى أبناؤنا من امتحان التوجيهي. قاعة امتحان أمام الشعب، والذي يأمل لهذا التغيير تغيير النهج وليس الأشخاص، لنلمس الأثر على حياته المعيشية والسياسية. ففي هذا الامتحان يجب على الحكومة يا دولة الرئيس أن تأخذ الدروس والعبر مما سبق، وعلى إخواني وزملائي النواب هذه القامات التي أعرفها وأحترمها أن تمارس دورها الرقابي والتشريعي، وبحسم يجب أن تمارس هذا الدور بحسم لتعيد الهيبة بهذا المجلس وتجدد ثقة الشعب به. فالشعب الذي أوصل لقمة البرلمان يستحق منا الكثير والكثير، والوقوف بجانبه ومع قضاياه. دولة الرئيس، لقد خاب أمام الشعب بهذه النسبة الغريبة مع الاحترام لهذه الشمس، وكأن أرحام الأردنيات في البواد والمخيمات لا تجد قامات تقود الوطن. 15 وزيرا ممن أحترمهم، ممن وضعوا الشعب في عنق الزجاجة، ووافقوا على كثير من القرارات التي سلكت ضد المواطن. والسؤال يا دولة الرئيس، هل ستتراجع أنت وحكومتك عن بعض القرارات التي وضعت الشعب في عنق الزجاجة؟ وهل سيأخذ الشعب للعنق أم سيدعو إلى الحريق؟ سعادة الرئيس، أخوة الزملاء، أتبنى كلمة الرئيس كلمة الإصلاح، وكلمات أخرى الكتلة، وكلمات كثرة الإخوان التي تنتمي للوطن وكلها كذلك. إن الجانب الاقتصادي يا دولة الرئيس ما
زال يعادي عدم وجود الخطط والرؤى التي يجب ان تسير عليها الحكومات المتلاحقه، وهذا لا يسهم في نهضه اقتصاديه حقيقيه. فالاصلاح الاقتصادي مرتبط بالاصلاح السياسي، يعالج مواطن الخلل ويعطي المواطن شعورا بانه شريك في صناعه القرار الاقتصادي والسياسي. وما زال الاصلاح الاقتصادي يعاني من الفساد الذي يستشفي في اجهزه الدوله ويستنزف اموال الخزينه وسجون الفساد المالي والاداري. والسؤال يا دكتور الرئيس، هل سنرى محاسبه حقيقيه لرؤوس الفساد وخصوصا من الحجم العائلي الكبير؟ دوله الرئيس، الحكومه مطالبه بممارسه الوضوح والجرأة والصراحة والشفافية في إطلاع الشعب على الواقع الاقتصادي والمالي للدولة لتقليص الفجوة ما بين الحكومة والشعب. لم نسمع البيان الوزاري يتحدث عن أمور مفصلية والمفصلية مهامة والتي تمس الشدة الكبرين ويتعلق بصفقة القرن التي تتطلب إلى الأردن والقضية الفلسطينية، هذه الصفقة المشؤومة، هذا المشروع الأمريكي الصهيوني الذي يمس الأردن كيانا وهوية ويهدف إلى انهيار القضية الفلسطينية على المجهول ومصادرة وإنهاء حق التحرير والعودة. خيارات الأردن صعبة ولكنها لا تبرر القبول، ولن يقبل الأردن بصفقة التآمر وإنهاء قضية فلسطين التي لم يختلف عليها أبد القدس وعمان. ومن هنا ومن أرض الحشد والرباط ومن تحت قوة البرلمان الأردني، برلمان النشامة، أحيي المقاومة الفلسطينية الباسلة التي أثبتت فشل كافة الاتفاقيات مع العدو والكيان الصهيوني. دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة، يجب على الحكومة أن تطبق رؤية جلالة الملك بتنشيد الإنفاق. وكيف نطبق الرؤية في ظل 28 وزارة في دولة كالأردن الكبير بكرامة شعبه ومعنوياته؟ فلا بد يا دولة الرئيس من دمج الوزارات إلى 12 وزارة ودمج الهيئات المستقلة والتي تكلف الدولة ما يقارب 9 مليارات دولار، منها 8 مليارات من النفقات الجارية ومليار من النفقات الرأسمالية. دولة الرئيس، ومن خلال الرئاسة الجديدة، إياك والاستخفاف بعقول الشعب كما استخفت به الحكومة السابقة وقالت بالحرف الواحد بأن 80% إلى 90% من الشعب لن يتأثروا بقرارات رفع الأسعار، لم يخرج مسؤول في الحكومة يبرر سبب رفع الأسعار. والسؤال، هل سنرى من دولتك إن شاء الله عدولا عن هذه القرارات والضرائب التي مست الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي أوصى بها جلالة الملك؟ هل سنرى يا دولة الرئيس تحليلا منطقيا للوكس المحير، نقص تسعيرة المحروقات وإلغاء لبند فرق الوقود في فاتورة الكهرباء؟ هل سنرى زيادة الرواتب؟ علما بأنني تبنيت مذكرة مع إخواني وزملاء المبار بصرف صعوبة عمل لرجال الأمن العام وتم الموافقة عليها، ومذكرة أخرى تبنيتها وزملاء المبار بزيادة الرواتب فلم ترى النور ولن أرى الإجابة. هل سنرى صفقة الحكومة بجلب الاستثمار والمشاريع التنموية لحل مشكلة البطالة والتي هي سبب رئيسي أي البطالة في ارتكاب الجريمة وممارسة الأمور غير الأخلاقية في المجتمع حسب التقرير العلمي الجديد الذي خرج بالأمس؟ هل سنرى تقدما في الحريات العامة والإيمان بالعمل الحزبي والذي يقودنا الى حكومات منتخبه وبقانون الانتخاب العصري يمكن الاحزاب؟ هل سنرى اطلاقا بحريات الاحزاب بممارسه نشاطاتها ولكن بها القانون؟
هل ستعامل حكومتك الاحزاب بالإنكار الواحد؟ هذا حزب مصرح بأنه قابل احتفال وهذا يمنع، ما هذه ازدواجية؟ تلك إذا نسبة ضيزة. دولة الرئيس، إن اتفاقية استيراد الغاز من دولة الاحتلال والمسلوب من دولة فلسطين وبقيمة 10 مليارات دولار، وتذهب لدعم الاقتصاد الصهيوني للهجوم القادم، وتذهب لدعم الجيش الإجرامي التي توقفت يده بدماء الأردنيين والفلسطينيين، وما زال يمارس هذه المدرسة وبدعم الأمريكي. إن هذا الاستهدار الحكومي بمستقبل وأمن الوطن مرفوض رفضا باتا من المجلس الموقر للشعب، ومرفوض كذلك من أبناء البادية والمدن والمخيمات ومن تحت قبة البرلمان. أقول بصوت واحد: غاز عدو الاحتلال وسلطة الحقوق الفلسطينيين وإقرار شرعية الاحتلال. ومن هنا فإنني أجدد المطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز، وكذلك إلغاء اتفاقية الخمر والبقوة ووادي عرب. دولة الرئيس، الإعلام لا يرقى إلى المستوى المطلوب مصارحة أبناء الوطن في كثير من القضايا، وحتى النواب أحيانا آخر من يعلم. لقد زار رئيس الكيان الصهيوني في الأيام الماضية الأردن زيارة غير مرحب بها، دخل وخرج ولا أحد يعلم ما هي هذه الزيارة. لابد أن يخرج الإعلام من موقعاته ويوضح للشعب بكل شفافية كافة المجريات في كافة المجالات. هل سترى يا دولة الرئيس إصدار عفوا عاما منضبطا يدخل السرور على قلوب المواطنين، علما بانه خرجت كثير من نساء الطالب بالافراج عن الزوج والابن، اسرانا في سجون الاحتلال بحاجه لاهتمام الخارجيه، وبخصوص تدبير الصعوبات وتنسيق زياره ذويهم من الصباح السيد احمر وتخفيف معاناه المعيشه القاسيه في السجون. دور الرئيس خطباء المساجد في الوطن الذين يوجهون ويعلمون الشعب بحاجه الى فلتره وتاهيل. ومن هنا أطالب بتعيين الخطباء أكفياء، لأنه يطلب كثير من مساجد دون الخطيب إعادة ممنوع من الخطابة. وآمل أن نرى نظارة الأئمة والخطباء أن ترنوا الأطقام الوطنية يا دولة الرئيس. أطالب بإعادة الأطقام الوطنية المسحوبة، ومن أطالب بإعادة الأطقام إلا حبا للوطن من أسرابها. فقد تقدمت مجموعة وآمل الرد عليها. دولة الرئيس ومثال سبيله العدل أساس الوطن، وسوف يسألك ويسألك الله عن أبناء الوطن. والحمد ثقيل يا دولة الرئيس، وقفوهم إنهم مصدوم، وسنسأل نحن معك. الكل رأسه تحت سيف العدالة أبناء وطاعة الزيادة.